اكثر رجاله دلوقتي المافيا بتخطط لخطه كبيره قوي عشان تسلم بضاعتها رجالتها هنا في مصر. اولا احنا اكتشفنا ان الخطه كالتالي: هيبعتوا البضاعه من المانيا لحد خليج العقبه. ايوه يا فندم، بعد خليج العقبه هتوصل فين؟ بعد خليج العقبه يا جندي هتوصل لقناه السويس، ومن قناه السويس هتوصل للبحيره عندنا هنا، واحنا بقى لازم نكون مستعدين وعلى اتم استعداد. جاهزين يا رجاله؟ تمام يا فندم. ايوه قناصي حبيبي، ازيك عامل ايه؟ البضاعة جاهزة اهو، قلت اتصل بيك علشان ابلغك. ماشي يا صياد يا حبيبي، والفلوس كمان جاهزة. المهم انت عارف الخطة؟ ايوة يا ابني طبعا عارف الخطة. تمام، انا هبعت لك البضاعة هنا من المانيا عن طريق البحر، وانت برضه هتبعت لي الفلوس من مصر لالمانيا عن طريق البحر، وهيوصلوا لنا في نفس الوقت. الله ينور عليك يا صياد يا اخويا يا حبيبي، بس اوعى يا صياد تخون. عيب عليك يا قناص، هي دي اول مرة؟ ده احنا منفذين العملية ديت اكتر من 300 مرة قبل كده يا ابني. هو ده العشم يا صياد يا حبيبي. المهم يا صياد، دلوقتي خط سير الرحلة هيبعت، انت هتبعت من عندك من المانيا على خليج العقبة، ومن خليج العقبة هتدخل قناة السويس للبحيرة بتاعتنا. انا هبعت هنا من البحيرة بتاعتنا لقناة السويس، لقناة السويس هتبعت لخليج العقبة، ومن خليج العقبة لالمانيا عندك، وكده يبقى سلمنا واستلمنا يا حبيبي. خلاص تمام ماشي يا قناص يا غال، يلا سلام. يا معلم انت هتبعت لهم البضاعه بجد؟ ايوه يا ابني، احنا لنا اسمنا هنا في المانيا، ما ينفعش اسمنا يتهز في السوق يعني. تعال يلا علشان نبعت البضاعه. يلا يا ابني. يا معلم هو انت حقيقة تبعت لهم الفلوس؟ فلوس ايه يا غبي، دي مفاجاه. تعال يلا نروح نبعتها. يلا يا معلم. اه خليك كده يا سيكا عندك كده. حاضر يا باشا. يلا يا بضاعه بقى، تعال انزلك هنا في المياه الاقليميه الالمانيه. تمام، هات يلا الموبايل كده يلا. وده باش ظبط كده يا واد الشيحة. ماشي يا معلم. حطينا لهم اهو. ايه ده يا معلم؟ ايه؟ معلم الصوت برن. هاتوا كده. خد يا معلم. اه صياد. ايوه يا قناص، البضاعة نزلتها خلاص في المياه الإقليمية، وكلها ساعتين ثلاثة وهتوصل لك بسرعة إن شاء الله. الفلوس كمان يا صياد اتشحنت أهي في البحيرة، وكلها ساعتين ثلاثة وهتوصل لك. في الانتظار، أوعى تكون بتضحك عليا. عيب عليك يا قناص، أنا منتظر أهو. يلا مع السلامة. ايه حضرتك الزوج، مفيش حاجه وصلت قناه السويس. لسه بدري يالا. الله يخرب بيتك يا صياد، ويخرب بيت معرفتك. ايه يا معلم البضاعه اتاخرت كده ليه؟ هات كده يالا التليفون، نرن على الصياد نقول له ايه اللي حصل. خد يا معلم. يا صياد البضاعه اتاخرت كده ليه؟ مفيش حاجه وصلتني. وانا كمان يا قناص، الفلوس لسه ما وصلتش، بس تلاقي في موجه كده ولا حاجه يعني هي اللي عطلتها شويه، بس هتوصل ما تقلقش ما تقلقش. حضرتك الزعيم عايز ضابط الولاعه بس. الله عليك يا حضره الصوت، مش قلت لك ده عصابه مغفله؟ ايوه يا تعال. خايف يا ابني؟ خايف. مسكتها جبت البضاعه. هتشمع. يا نهار ابيض، اتاخروا كده ليه يا قناص؟ معرفش يا صياد، انت ضحكت عليا يا صياد وما بعتش البضاعه. بعتها وربنا بعتها يا ابني. طب اقفل يا صياد، اقفل دلوقتي لما نشوف. الله يخرب بيتك يا صياد، مش عارف انا فين فين فين، مفيش حاجه وصلت خالص ولا كده ولا كده. كده حضره الصول، مسكنا البضاعه وباقي الفلوس. الفلوس اهي يا حضره الصول. الله عليك يا حضره الصول، انت خبره حضره الصول. اسمع يا دسيحة، الواد شيكا بيرن تقريبا، بس استنى اما نشوف عايزين الواد ده. الو. ايوه يا معلم. ايه يالا فين؟ الحق البضاعة اتسرقت من الحكومة والحكومة مسكتها يا معلم. يا نهار اسود، بس انا برضو كنت عامل حسابي. بضاعة يا جماعة ب 10 تريليون دولار، تغوص كده ولا تغور في داهية؟ ما تعملش في نفسك كده يا معلم، يمكن لسه توصل. يا رب يا سيكا يا رب. بس انت يا معلم ما قلتليش انت حاطط ايه في الشنطه. حاطط مفاجاه يا ابني، علشان لو البضاعه اتمسكت يبقى يغور صاحب البضاعه بالبضاعه. ايه دي يا معلم؟ هتعرفها بعد شويه. كده جبنا الفلوس يا حضره السؤال، وجبنا البضاعه. يلا بقى افتحها كده نشوفها ايه. يلا اظن فيها 50 مليار جنيه اكيد. ايه ده؟ مفيش أي حاجة وصلت كده، ده البحر ده واسع وألمانيا واسعة جدا. يا خرب بيتك يا صياد، يا خرب بيتك.